أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، يسعدنا اليوم أن نقدم حلقة جديدة عن سيطرة التافهين ومجتمعات التفاهة. نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن كتاب جد قيم ويستحق القراءة والمتابعة عند قضية. يتعلق الأمر بكتاب نظام التفاهة أو ميديوكراسي من طبيعة الحال للفيلسوف الكندي آلان دولون، وبالمناسبة له عدة إصدارات، وهو من مواليد 26 شتنبر 1970 ويشتغل أستاذا لمادة الفلسفة. يطرح هذا الكتاب الأسباب التي جعلت التافهين، وأسطر على كلمة التافهين، يمسكون بمواقع القرار ويتحكمون فيها على المستوى العالمي سياسيا واقتصاديا وفنيا وثقافيا. ويؤكد الكاتب آلان دولون أن التافهين حسموا المعركة نهائيا دون الحاجة إلى اجتياح أو هدم سجن الباستيل، رمز الثورة الفرنسية، ويستخلص: لقد ربح هؤلاء التافهون وسيطروا على عالمنا وباتوا يحكمونه بقبضة من حديد. ويرجع الكاتب هذا التحول وهذه السيطرة إلى سببين أساسيين: السوسيولوجيا والاقتصاد، كما هو الشأن بالنسبة للسياسة والشأن الدولي. ويلخص السبب الأول ويعززه إلى تطور مفهوم العمل في المجتمعات، فيقول أن المهنة صارت مجرد وظيفة، وسأرى من يشتغل فيها أو شاغلها يتعامل معها كوسيلة للبقاء ليس إلا. ويعطي مثالا واضحا: فشخص يشتغل 10 ساعات في وضع قطعة في سيارة ولا يعني لا تستطيع هذه السيارة أن تتحرك من مكانها، ولا يجيد العمل ويخسر يعني أو يضيع الكثير من الوقت. ويعطي نماذج متعددة: أن إنسانا يبيع الكتب ولا يقرأ كتابا واحدا، بمعنى يعني يلخصه الكاتب في انحدار مفهوم العمل إلى دون المتوسط، ويقول بأن أشخاصا متوسطين صاروا يتحكمون في كل شيء بالمعنى السلبي للكلمة، وأصبح لهم رأي ومن يدافعون على هذا الرأي الأول. والسبب الثاني، يعني إذا ما انتقلنا للسبب الثاني حسب الكاتب، فهو مرتبط بمجال السياسة ومجال الدولة والشأن العام، وهنا المركز والأساس، هنا بدأت سيطرة التافهين، يقول الكاتب، باستبدال السياسة بمفهوم الحوكمة والإرادة الشعبية بمفهوم المقبولية المجتمعية، والمواطن بمقولة الشريك.
يعني أن المواطن لم يعد مواطنا في الدولة، بل أصبح فقط مجرد شريك. وفي النهاية تحول الشأن العام إلى تقنية، إلى مجرد تقنية لا منظومة عليا ومثل ومبادئ عليا يدافع عنها الجميع، ويركز بشكل أساسي على أن الدولة أصبحت مجرد شركة خاصة، أن الدولة أصبحت مجرد شركة خاصة. من هذا المنطلق، من هذا المنطلق يقول بتنميط العمل وتبضيعه وتسليعه وتفريغ، يعني تفريغ محتوى السياسة من الشأن العام، تفريغ السياسة من الشأن العام، ويذهب الكاتب بعيدا. ألان دونو يذهب بعيدا ويقول أن العالم أو أن المواطنين في العالم يتعرضون لثورة تخديرية فارغة المحتوى. أكرر هذه العبارة، يقول الكاتب أن المواطنين تعرضوا إلى ثورة تخديرية فارغة، وجب التصدي لها ومقاومتها والعودة إلى مفاهيم المواطنة والشعب والنزاع والجدال والحقوق المجتمعية والخدمة العامة والخير. ويتحدث عن متلازمة أن نفكر ونعمل. من هذا المنطلق يعني أن الكاتب ألان دونو يضعنا في عمق الموضوع، على أننا نتقدم بخطى ثابتة نحو مجتمعات التفاهة. وارتباطا بالموضوع، ما نراه اليوم في الوطن العربي من تفاهات أقل ما يقال عنها أنه يعني نوع من العبث المجاني بعقول المواطنين العرب، وما نراه في لا توندونس يعني سواء في العالم العربي أو في المغرب أو في الجزائر أو في بعض البلدان، يعني مستوى منحط لا يخدم أي شيء بقدر ما ينزع نحو مجتمعات التفاهة التي تخدم مصالح الكثيرين اقتصاديا، وتجعل من المواطن يعني مخدرا لا يستطيع أن يقوم بأي رد فعل ودون تفكير عقلي أو نقد ذاتي ودون القدرة على المطالبة بحقوقه. مجتمعات التفاهة التي نعيشها في الوطن العربي وفي المغرب وفي الجزائر وفي مصر كذلك وفي يعني بلدان عديدة في الوطن العربي تدعو لقراءة هذا الوضع بشكل جيد عن سيطرة هؤلاء التافهين سياسيا واقتصاديا، ووجب التحذير. لذلك يبقى هذا العمل للفيلسوف الكندي ألان دونو عملا يعني جيدا، وعملا يعني ينم عن وعي كبير، وعن يعني دق أجراس الخطر، عن ما يتربص وما يحيط وما نعيشه بشكل يومي. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دعمنا في القناة بالاشتراك، وإلى فرصة قادمة بحول الله لكم كل التقدير والمحبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب.
وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.